ايوه يعني اليوم المستقلين بعد فشلوا تحدث بالاجتماع يوم امس قدم لهم اتفقوا اذا انه سمحتي لي واحد من المستقلين راح يكون بعد رئيس ان قدم رئيس لهم وزراء. السيد الصدر فرصه كبيره جدا وقال لهم تعالوا بشكل 40 نائب واتفقوا مع التحالف الاكبر وشكلوا الحكومه وانا سوف اقدم لكم وزارات التيار الصدري. رئيس المستقلين سيد منى؟ ماكو رئيس خلاص خلاص متشظيه يعني اليوم هسه اذا تكلم اثبتوا انهم غير مستقلين يعني بشكل واضح اليوم بداوا يتبنون بس اقول من الممكن ان يلعب الاطار بهذه الورقه باعتبار اليوم ان مستقلي الاطار وانا تحدثت بهذا الشكل ان الاطار لديه مجموعه من المستقلين من الممكن ان يرشح اسم من هذه الاسماء لكن بالنتيجه يعني كم يستطيع ان يصمد امام مجموعه الاشكاليات الموجوده؟ هل يستطيع ان يصمد امام الشارع؟ انا القراءه كلها بطريقه اعتقد صعبه يعني اليوم جيء بسيد عادل عبد المهدي على اساس انه ما منتمي الى كتله سياسيه وما منتمي الى حزب لكن بالنتيجه فعلا كان مرتمي بحضن الاحزاب بشكل كبير وبالنتيجه ضيع فرصه كبيره على نفسه لان هو كان بنظري انه هم جابوا الاحزاب فبالتالي هو تعامل مع الاحزاب ونسى الجمهور القاعده الاساسيه المهمه. سيد مناف اذا الاطار التنسيقي اختار حكومه مستقله يعني رئيس الوزراء مستقل الوزراء مستقلين يعني راح يرضى السيد مقتدى الصدر بعيدا عن السيد مقتدى عليهم. بس لا اسمحي لي لا بس حتى نعرف اليوم السيد الصدر خرج من العمليه السياسيه لا بل وتحدث اكثر من ذلك قال حتى في الانتخابات القادمه اذا نفس الفاسدين موجودين ما راح اشارك يعني بالنتيجه انا اليوم طالع وعافلكم الدرب اخضر مثل ما يقولون تعالوا اذا انتم قادرين بالفعل عندكم برنامج وعندكم رؤيه تعالوا قدموا مشروع يقنع الجمهور اما اذا انتم متمسكين بالمناصب والاستحواذ وبال بال بال يعني بالمحاصصات الحزبيه وهذا كل من على وزن الانتخابي اعتقد ان هذه مشكله كبيره يجب ان تحل وبالنتيجه اليوم الكره تعود الى الجمهور الجمهور الغاضب الجمهور الذي لم يحضر الانتخابات الاكثريه الصامته اليوم اذا لم تتحدث عن نفسها بالنتيجه خلاص البلد رايح للنهايه. راح تكون حكومه تحدي للاطار؟ لا هذا يعني شنو تحدي الاطار؟ يعني الاطار راح يشكل حكومه يتحدى بها. جيد خليه يتحدى. يعني امانه ست هيفاء انا اتمنى تطلع حكومه وتنجح. لكن قراءتنا احنا ليش قاعدين؟ يعني من اجل الشعب هذول الناس بس قراءتنا يعني. بالنتيجه انه بالمقابل ما دا يقدم شيء حقيقي. نعم. خلينا نذكر ليش موضوع مهم ما دام حلقتك انتهت. اليوم الاطار ايضا محكوم بضغوطات خارجيه هو يعني يقدر يتحدث يعني بدوره ما يقدر، اليوم في ضغط خارجي هو اللي ممسك بال منو تقصد؟ ما لا تساليني منه رجاء. انا اعرف وانت تعرفين والحضور يعرفون ما يحتاج له يعني مو تردي تورطيني ليش بالنتيجه هذا الضاغط هو اللي ممسك بالامور وهذا الضاغط اليوم لم يستطع ان ينجح في عمليه يعني اقول في 2010 و2014 ربما الوضع كان مختلف كان هنالك بيت شيعي وكان توحيد في الموقف الشيعي ولاحظنا ما حدث يعني سيد مقتدى الصدر